أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 204,093 فحصا جديدا لفيروس كوفيد-19، كشف عن 1,974 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 520,236 حالة. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1,836 حالة جديدة من المرضى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 500,779 حالة. هذا وتم الكشف عن وفاة 3 أشخاص، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,587 وفاة. وعلى صعيد اللقاحات، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 81,323 جرعة جديدة من اللقاح كوفيد-19، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 10,547,584 جرعة.